البنات تعبوا كثير وشافوا كثير. هاي العائلة من أقول لك، هاي العائلة أحكي عن والدي والدتي وإحنا الخمسة، الآخرين كل من يحكي عن حاله. هاي العائلة شافت كثير ومسؤولياتهم كبيرة تجاه أولادهم، كلهم عندهم عوائل وعندهم أولاد، فهم مشغولين بعوائلهم وإحنا لازم نحترم رغبتهم هذه. الجديد اللي تحمله اللي انتم ما تعرفوه، العلاقه العائليه، تفاصيل انسانيه كثيره قد تكون قسم منها صعبه، واكيد هاي مرحله حكم طويله اكيد تخللتها صعوبات، احداث عشتها بالحروب بالاحتلال قبل الاحتلال ذكرتها بالكتاب. لماذا الان حسيت روحي مستعده هسه لهذا الموضوع؟ بس تتوقعين أن يكون هناك إقبال على قراءة هذه المذكرات؟ نعم. أنا بيتي بالأردن، بيت الدولة، لازلت ساكنته، أولادي كبروا واللي تزوج منهم زوجتهم بالأردن. إذا ما أكون وفية لحالة ولمكان الحامي رب العالمين، لكن عبادة اللي كنت في معيتها يعني كانوا رائعين. إذا كل هذا ما يكفي أن يكون إلي ولاء وحب للأردن وامتنان، لعد يعني لازم ما حد يثق بي، مو فقط للأردن، كل الناس اللي كانت عندها مواقف وياي جميلة الأردنية، أولاً لأن معي وكل أخوتنا العرب اللي أصحاب مواقف وياي، أنا ممتنة لهم وشاكرة على مواقفهم.